بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين هنحل مع بعض يا شباب الامتحان اللي احنا عملناه على محتوى شهر 8، وهو كان امتحان مش كبير، متوسط الحجم، يعني 70 جملة. بداية أنا كاتب لك هنا كلمتين، يعني يا ريتك فكرت فيهم وأنت بتحل، هيساعدوك جدا. اقرأ بهدوء، وده لازم تعمله، وبعدين ترجم السؤال، وبعدين فكر هتختار إيه، وبعدين حل. احذر انك تمشي بالمقلوب، يعني الطالب المصري غالبا بيحل وبعدين يفكر، ودي مصيبة. اول حاجة كده: he agreed he would not tell anyone what I know. هو وافق ان هو سوف لا يخبر احدا بما انا قلته. فالطبيعي ان انا قلت له الاول وبعد كده هو وافق، فلا، قولي ده حدث اولاني، فعشان كده هنختار had said. رقم 2: the parcel، دي اللي هي الطرد البريدي، arrived in the post 10 a.m. الطرد وصل الساعة 10 الصبح. when I not still at work، لما انا كنت ما زلت في العمل، وبالتالي هنقول when I was still at work. طيب الطبيعي يا مستر ان انا كنت مستمر في العمل، فالمفروض ان افكر في was being. انا عامل لك على النموذج اللي انا نزلته PDF اجابه غلط على was being، لان احنا متفقين يا فندم انك بتستخدم was being دي في حاله واحده بس، انك يكون معاك past participle وده ماضي مستمر مبني للمجهول. طب افرض يا مستر انا قلت لك was being aware being يعني، وجبت لك بعدهم صفه، او جبت لك بعدهم اسم، او جبت لك بعدهم ظرف. التلات احتمالات دول غلط ومش موجودين في الانجليزي، وده غلط تام، فما ينفعش نقول was being still at work. طب يا مستر ما كلمه still دي كلمه داله على المستمر، هقول لك برضه يا فندم ما دام ما فيش فعل مضاف له اي ان جي، ما فيش was aware و being وتصريف تالت، يبقى ده غلط. فالمفروض الاجابه تبقى was. زيها بالظبط الجمله بتاعت while at school او while I was at school. لو انت فاكر كنا بنقول while I was بينما انا كنت at school، ما قلناش I was being. التالتة: علا is nervous. علا is nervous يعني بتكون متعصبة دلوقتي، because she talked to the class before، لأن هي لم تلقي كلمة للفصل قبل ذلك. never gives دي مضارع بسيط يعني لا تعطي أبدا، لا تلقي أبدا. وهاد دي ماضي ما ينفعش نستخدمها في جملة مضارع زي ما قال لك is، وجيف ماضي بسيط ما ينفعش نستخدمها عشان هو في الجملة قال لك is يعني مضارع، وبالتالي الإجابة has never given يعني لم يسبق لها أن أعطت كلمة. It's very hot in the house. الدنيا نار في البيت. I on the air conditioner. ساعات ما يكتبش الاير كونديشنر يا شباب ويكتب الاي سي. اعرف ان الاي سي ده اختصار لكلمه اير كونديشنر. الدنيا حر وانا هشغل تكييفه، اسمه قرار سريع، والقرار السريع بنستخدم معاه ويل دايما، فعشان كده هنقول ويل تيرن. فادي هاز جاست اي ذا شوب. He will be back in few minutes. هيرجع بعد دقائق معدودات، يعني ده معناه ان هو ذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد يعني has gone to، اللي هي رقم C. طب اوعى تختار has gone، وزي ما بقول لك اقرا وفكر وبهدوء، عشان انت لو اخترت gone تبقى غلط، لانك لازم محتاج بعدها to. الستة: the car not fast when it hit a tree. السيارة كانت تمشي بسرعة عندما اصطدمت بشجرة. كانت تمشي يبقى ماضي مستمر، يبقى was moving. The tourists not walking until they had reached the top of the mountain. السياح لم يتوقفوا عن السير إلا بعد أن وصلوا إلى القمة. فهم وصلوا الأول وبعدين توقفوا، فالتوقف ده حدث ثاني، فأنا حضرتك عايز ماضي بسيط. ده مضارع تام ما ينفعش أفكر فيه، وده مستقبل ما ينفعش أفكر فيه. يا ترى هنفكر في stopped ولا didn't stop؟ الترجمة بتقول لك لم يتوقفوا، يبقى didn't stop. طنطا is the city not my grandparents were born in. الجملة دي آخرها إنه، لو ما كملتش قراءة أكيد هتحلها غلط. طبعا أنت عارف المكان الطبيعي بستخدم معاه وير، بس هنا ما نستخدمش وير لأن في حرف جر، وبالتالي هنقول which. لو حذفنا إن من الجملة يا شباب يبقى الإجابة الوحيدة هنا وير. not all not glitters is gold. ليس كل ما يلمع ذهبا. أنت عارف حضرتك إن بعد كلمة all و only والناس دي بنستخدم ذات، أيا كان الفاعل، عاقل غير عاقل، ماليش دعوة، برضه باخد ذات. الجملة رقم 10 بيقول لك ايه: kid needs is some love and affection. بعض الحب والمحبة يعني والعاطفة. الجملة دي بالظبط زي الجملة اللي انت كنت حلتها قبل كده، اللي كان بيقول لك فيها ان ما اريده. يبقى انت كنت بتقول لي what I need، what I need is money، ان ما اريده هو المال. لاحظ انك انت بدأت ب what وبعدين جبت لي بعدها الفاعل اللي هو I، فهنا برضه نفس القصة، انت هتقول لي what that، ان ما يحتاجه ذلك الطفل، يبقى what that kid needs. ولاحظ ان كلمة ذات اسم اشارة للطفل، يعني احنا ممكن نشيلها، ممكن تقول what a kid needs is، وكان ممكن نخليها جمع ونقول what kids need، انما يحتاجونه الاطفال. طب الجملة رقم 11: no one knows exactly not that happened. الجملة دي فيها ثلاث اختيارات، وطبعا كان المفروض اكتب لك انا هنا بس ما حصلش، المفروض كنت اكتب لك هنا choose all the correct answers. الاجابة هنا الاولانية no one knows، لا احد يعرف تحديدا كيف حدث ذلك، فنقول how. ومتى حدث ذلك يبقى نقول when.
واين حدث ذلك يبقى نقول وير. الثلاثه ينفعوا، الوحيد اللي غلط هنا وات. يبقى الجمله دي احتمالاتها الثلاثه: لا احد يعرف كيف حدث واين حدث ومتى حدث. They never found out the murderer was their neighbor. هم لم يكتشفوا ابدا ان القاتل كان جارهم. لم يكتشفوا ابدا ان، يبقى انت عايز كلمه ذات اللي معناها ان. على فكره لو انا كان ممكن اغير في الجمله دي واقول لك they never found out not the murderer was، واسكت هنا كده، فكنا هنقول بقى who the murderer was، يعني من كان القاتل. لكن انت في الجمله بتاعتنا بالحل بتاعها الطبيعي انت بتقول لي هم لم يعرفوا ابدا ان القاتل كان جارهم. he in London for 10 years before. استنى يا مستر لاني بشبه على الحته دي، لما يكون في فور وبيفور فانا بقول لنفسي يا عمي ده تام مستمر على حسب الفعل اللي بعد الرابط بيفور. leaves مضارع، فانا كده هقول مضارع تام مستمر، يبقى have و has been ing، يبقى has been living. لاحظ القاعده بتاعت دي، كنت بقول لك لما تلاقي فور وبيفور فانت بتفكر في تام مستمر بشرط، تام مستمر بشرط، بشرط ان هو يكون الفعل من الافعال اللي بتيجي مستمره. I not my own computer for 3 years now. مستر لما الاقي فور وناو بستخدم مضارع مباشره، تام مستمر بس بشرط. كم كلمه دول حضرتك؟ اربع كلمات. مضارع تام مستمر بشرط. بشرط ايه؟ ان يكون الفعل من الافعال اللي ينفع تيجي مستمر. هو في افعال ما ينفعش تيجي مستمر؟ اه طبعا، ما انت عارف ان في مجموعه من الافعال ما ينفعش نستخدمها في المستمر، زي كلمه يمتلك هاف وثينك يعتقد وكلمه بيلونج والحاجات دي. فانت عايز تقول لي انا امتلك هذا الكمبيوتر بقالي 3 سنين، ويبقى كل الفعل الاساسي هنا يمتلك، فما ينفعش نستخدم هاف بين هافينج، وبالتالي هنقول هاف هات اللي هي رقم ايه. ليه ما ينفعش هاف بين هافينج؟ لان كلمه هاف ما تجيش مستمر إذا كان معناها يمتلك، لكن غير كده تيجي مستمر. طيب بعد كده الجملة رقم 14: The little children's clothes، ملابس الطفل الصغير dirty because they had been playing in the park. ملابس الطفل كانت قذرة. والله الملابس اسم جمع دايما، فأنا هفكر في جمع. المشكلة الأربع اختيارات جمع. الحاجة التانية أنت قلت لي had been playing، يعني ماضي تام مستمر. الماضي التام مستمر بيجي معاه في الجملة الأولانية ماضي بسيط اللي هو where. ثانيا انت بتقول لي ان ملابس الطفل كانت قذرة، فناخد وير. طب ما ينفعش نفكر في وير بينج اطلاقا، ما ينفعش في الحاجة دي نستخدم في وير بينج، لان بعدها جاب لك صفة اللي هي ديرتي، واحنا متفقين ان ووز وير بينج لازم يكون بعدهم باست بارتيسيبل وتبقى مبنية المجهول. I not in Alexandria for 10 years now. والله يا مستر في فور وناو، فانا قلت لنفسي مضارع تام مستمر بشرط. الشرط ان الفعل يكون من الافعال اللي ينفع تيجي مستمره، يبقى هاف بين ليفنج تنفع. هاف بين ليفنج اللي هي رقم اي. طيب يبقى الجمله كده اصبح اجابتها اي هاف بين ليفنج، يعني انا عايش بقالي 3 او 10 سنين في المكان ده. باي لاست سمر، يا مستر انت قلت لي قبل كده ان كلمه باي لما يجي بعدها لو جه بعدها ماضي فانا كده بستخدم ماضي تام، ولو كلمه باي جه بعدها مستقبل فانا بفكر في مستقبل تام. انا قدامي باي ولاست سمر يعني ماضي، فانا محتاج ماضي تام. يبقى انت هتقول لي ذا نيو فاكتوري هاد بين بيلت. انت خد بالك هتفكر في هاد بين بيلت وهاد بيلت، بس هتقول لنفسك المصنع الجديد بني ولا بنى؟ اكيد بني، يبقى هاد بين بيلت. افتر علي بروك ذا نيبرز ويندو، بعد ما علي كسر شباك الجيران، هيز بيرنتس ميد هيم، اهله جعلوه يدفع. يبقى ميك مفعول مصدر، المصدر اللي هو كلمه بي. هند جوت هير اولدر سيستر، هند جوت يعني جعلت اختها تشاهده، لا بس مش تشاهد، هير كلوز. الجمله دي كان فيها خطا برضه، المفروض ما تكونش واتشنج، المفروض تكون ووش، يعني المفروض تكون ووش وتو ووش، وهنا برضه تكون ووشد الماضي، وهنا اقول ووشنج عشان ما لهاش علاقه بالمشاهده، هنا المفروض انها كلها غسيل يعني. المهم فانت بتقول لي جوت هير اولدر سيستر، الاول يا مستر في جوت وفي هاد، يبقى ده سببيه، فانا هترجم اشوفها معلومه ولا مجهول. فانت بتقول هند جعلت اختها تو تنظف او تغسل، يبقى ده معلوم، يبقى جت مفعول تو المصدر، فناخد تو وش على طول من غير ما نفكر. If he doesn't do this work on time willingly، لو هو ما عملش الشغلانه بترحيب يعني في وقتها المحدد، his boss will not him do it، المدير بتاعها هيخليه يعملها غصب عنه. لاحظ ان انت معاك هنا do الفعل في المصدر، وعارف ان جت مفعول تو المصدر، بيرمت مفعول تو المصدر، الاو تو المصدر، فالاجابه هنا تبقى ميك، يعني مديره سيجعله يفعلها رغما عنه. مام داز نوت ليت مي، امي لا تسمح لي، انا عارف ان ليت مفعول مصدر، يبقى ليت مي هاف سويتس. طيب يا مستر هتقول لي مام مش مفرد نقول هذا، اقول لك يا فندم ليت مفعول مصدر، انتبه للقصه دي. 21 ات از نوت ا بيج كار، بص بقى الجمله دي كان فيها خطا برضو، هي المفروض واحده من دول ساتش ا والثانيه ساتش، اكيد معظمكم عارفها يعني بس خطا مطبعي.
It is not big car. والله لما يكون في قدامي صفة زائد اسم يا مستر، فأنا تفكيري كله بيروح دايما لكلمة such أو such a. على حسب الاسم ده، إن كان اسم مجمع أو اسم لا يعد فناخد such، إن كان اسم مفرد ومعدود ناخد such a، وده اللي حصل في big car، صفة واسم فناخد such a. طب أنا عايز تاخد هنا so يا مستر، هينفع؟ أه هنقول so big a car. الجملة رقم 22، goodbye إدوارد وده and ماريا، مع السلامة يا إدوارد أنت وماريا. Please take good care of، من فضلكم انتبهوا بأنفسكما، يعني يور سيلفس اللي هي رقم سي، عشان إدوارد وماريا اتنين، فعشان كده نقول أنفسكم اللي هي دي. طب لو قال لك إدوارد وماريا took care of themselves، يعني هم انتبهوا لأنفسهما. Why don't we give a few minutes to rest before we leave، لماذا لا نعطي أنفسنا، أنفسنا يبقى ourselves. عايزك تعرف برضه ان اور سيلفز دي نوعه ايه، اسمه ريفلكسيف بروناون. طب اورز دي اسمها صفه ملكيه، يور سيلف برضه ده صفه، ده ضمير منعكس لو ريفلكسيف بروناون. طب قصدي ضمير مفعول اوبجكت بروناون. تيك اس ويز يو، خذنا معك، انت هتاخدنا احنا، فاحنا مفعول. وان هاز تو ليرن تو كنترول. بص بقى الجمله رقم 24 دي عايزك تعرفها لانها جت في امتحان تجريبي او امتحان السنه اللي فاتت الادبي، انا مش فاكر تحديدا، بس جت في امتحان السنه اللي فاتت من الامتحانات المهمه القياسيه. عايزك تفهم ان دايما الضمير المنعكس بيجي على حسب نفس الفاعل، بمعنى اللي احنا هنا لما قلنا ادواردو وماريا دول اتنين يعني جمع، فعشان كده قلنا مع السلامه يا ادواردو انت وماريا، لو سمحتوا خدوا بالكم من انفسكما فقدنا يور سيلفز. واللي بعدها قال لك احنا، واي دونت وي، لماذا نحن لا نهتم بانفسنا، نحن يبقى اور سيلفز. طب هنا بقى بحضرتك قال لك وان، فلازم تاخد الناحيه التانيه ضمير منعكس بوان فتبقى وان سيلف. عمر يعني يا عمر، وبعدين جاب لك كوما، فدي معناها يا عمر ساعدني يبقى هيلب مي اللي هي رقم ايه. طب يا مستر مش عمر ده مفرد فنقول عمر هيلبس. بص يا سيدي في الحته دي كده هكتبها لك في حته فاضيه هنا في المكان ده، انت ممكن تقول عمر، عمر هيلبس مي زي الجمله بالظبط، والتانيه تقول عمر وتعمل كما وتقول هيلب مي. الجملتين دول مختلفين عن بعضهم تماما، الاولانيه عمر هيلبس مي يعني عمر يساعدني، لكن دي عمر هيلب مي يعني من عمر، يا عمر من فضلك ساعدني، فده فعل امر لازم يكون في المصدر، لكن دي جمله خبريه عاديه جدا فقلنا عمر هيلبس مي. I must have my watch not، انا يجب ان اجعل ساعتي تصلح ولا تصلح، لا تصلح، يبقى ده تصريف تالت مباشره في السببيه. They had it not by the same person، هم يجعلونها تفعل، تفعل مجهول يبقى تصريف تالت. Have your assistant، الجملتين 28 و29 نفس السياق ولكن المعنى مختلف تماما والقاعدة مختلفة تماما. أنا بقول لك have your assistant not these letters، اجعل المساعد يرسل هذه الخطابات في الحال، يرسل يبقى ده معلوم فناخد send، وكان ممكن بدل have نقول get your assistant to send، يعني اجعل المساعد يرسل. 29 انت بتقول لي have your assistant not the letters وعلامة استفهام، يبقى انت عايز تقول لي هل، ما دام في علامة استفهام، هل المساعد ارسل، يبقى ده مضارع تام، يبقى have your assistant sent. تاني يا مستر 28 29 الاولانية انت بتقول لي اجعل المساعد يرسل الايميل الخطابات في الحال، وحطيت لي علامة تعجب عشان انت بتعبر عن مشاعر الاستياء من التأخير. 29 انت بتسالني هل المساعد ارسل، يبقى سنت. The question was not difficult that nobody could answer it، لاحظ ان هنا difficult وبعدين that، يعني صفه وبعدين that، اذا انت محتاج so وانت مغمض عينك. طب امتى نختار to؟ لو كان to difficult to كنا هنستخدمها دايما. By the time tomorrow، بكره زي دلوقتي، ابويا هيكون سافر انجلترا، يبقى will have flown، عشان حضرتك عارف ان باي لما يكون بعدها مستقبل بناخد مستقبل تام. 32 This bag is very heavy، الشنطة دي تقيلة جدا. I am not strong، أنا لست قويا بالقدر الكافي. أنت عارف إنك لما يبقى معاك صفة بنجيب بعدها enough وإحنا مغمضين عينينا، وبالتالي هنستخدم enough. جو مانا not is good friends with my sister is really good at tennis، جمانة التي تكون صديقة، وجمانة دي عاقل والعاقل بناخد معاه. هتقولي ليه ما ناخدش ذات هنا، ما ينفعش ذات، لا ما ينفعش عشان في كاما. وعايزك تاخد بالك انت قلت لي جومانا از جود فريندز، اصدقاء يعني، بالرغم ان هي جومانا واحده، ما هو اصل جومانا صاحبه منى، فتقول لي جومانا از جود فريندز ويز منى، لان هما الاثنين اثنين جمع يعني، فهم فريندز اصدقاء. الصيغه دي غريبه شويه، انت بتقول احمد از جود فريندز، خد بالك جود فريندز مش فريند. مايا نوت ذا فروت كيرفولي بيفور شي بايز ات، الجمله دي خداعه وانا كتبتها بهدف ان اخدعك.
مش معنى يا فندم ان في بيفور فتخفف لي قبلها ميه تام وتجري في الدنيا. انت عارف كويس وهكتبها لك هنا ان اي رابط في اللغه الانجليزيه يا جماعه، اي رابط في اللغه الانجليزيه بيكون بعده دايما مضارع، سواء مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه دي هنا بيكون في مستقبل. سواء انت الرابط في النص او في الاول، فكده كده لازم يكون بعده الاول مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه التانيه مستقبل، وممكن يكون امر وممكن يكون جمله مضارع بسيط برضو. طب ازاي مستقبل؟ اقول لك after I come home I will call you، after you finish call me، after I get home I eat my breakfast. يعني كلهم احتمالات تنفع. طيب بعد كده رقم 35، Hala's cousin to the station so she can take the train to Alexandria. ابن عم هالة إلى المحطة لذلك يستطيع أو لكي يستطيع إن هو يركب القطار. خد بالك بقى، will take يعني سوف يأخذ، is going to take يعني سوف يأخذ، will be taking مش ده مستقبل مستمر بمعنى سوف يأخذ برضو، ولا سوف يؤخذ؟ أكيد سيؤخذ إلى المحطة لكي يركب القطار. all the cakes in the shop، كل الكيكة الموجودة في المحل ده by my aunt، عمتي اللي عاملاها، صنعت بواسطة عمتي. she works يعني معنى كده انها صنعت مجهول، ميد دي تصريف ثالث، وير ميكنج ده مبني للمعلوم، هاف ميد مبني للمعلوم، فالاجابه هنا هاف بين ميد بمعنى صنعت. 37، اور هاوس هاز بين ماتش ليس هوت سينس ماي فاذر هاد ان اير كونديشنر. بيقول لك ان بيتنا اصبح اقل حراره منذ ابي جعل التكييف يركب، فانت عايز باست بارتيسيبل يبقى انستولد. wait there and I will not yesir to help you. بص ما دام في تو ما ينفعش ميك ولا ليت، لان الاثنين بيجي بعدهم مفعول مصدر. جيت مفعول تو المصدر، وهيلب وهاف مفعول مصدر، يبقى الاجابه هنا جيت علشان تو هيلب. I usually not once a month، انا دائما مره في الشهر. make my hair لا طبعا اجعل شعري، ولا هاف كت يعني اقص شعري بنفسي، ولا جيت ماي هير اكيد عايزين بعدها كت، ولا هاف ماي هير كت، الاجابه رقم دي بمعنى اجعل شعري يقص. When the police arrived at the bank، لما البوليس وصل البنك، they realized that the money، ادركوا ان الفلوس سرقت. فالطبيعي ان السرقه حصلت الاول وبعدين البوليس وصل، ده حدث تاني، وكون ده حدث اولاني حضرتك عايز تختاره فمحتاج ماضي تام، يبقى هاد بين تيكن. طب ليه مش هاد تيكن يا مستر؟ لان الفلوس اخذت وليست اخذت. انت بتتكلم على مبني للمجهول وليس مبني للمعلوم. طيب بعد كده رقم 41 اللي استخبت معانا في الشخبطه دي، ذات نو موبايل فون، الموبايل الفون الجديد ده از نوت اكسبنسيف، اي كانت باي ات. عايزك تفهم حاجه، انت عندك سو صفه ذات حلو، وعندك تو صفه تو. انت عارف ان ممكن في الجمله ما يكونش جايب لك ذات ولا تو، بس انت تختار سو او تو وفقا للمعنى. سو بمعنى جدا لدرجه ان، لكن تو جدا لدرجه ان هو ما ينفعش. وانت بتقول الموبايل ده بيكون غالي ما ينفعش ان اشتريه، اي كانت باي ات، يبقى انت محتاج هنا تو اللي هي رقم سي. يبقى انت قلت لي تو اكسبنسيف يعني غالي جدا ما ينفعش اشتريه. طيب 42، مريم نوت ذا ويندوز يسترداي، زي لوك نايس اند كلين ناو، الشبابيك شكلها نظيف وبيلمع دلوقتي، يبقى مريم جوت ذا ويندوز يسترداي. انت عارف جوت مفعول باست بارتيسيبل او هاد مفعول باست بارتيسيبل، جوت كلين دي معناها نظف، الاجابه المفروض تبقى كليند، والجمله مريم نظفت الشبابيك. 43، ذيس از نوت فيموس ابوك، يا مستر انت قلت لي لما يكون معايا صفه وبعدين وبعدين اسم، تفكيره كله بيروح لكلمه سو. سو هابي امان، سو طول ابوي، سو فيمس ابوك، وبالتالي سو. طب انا عايز استخدم كلمه ساتش هنا، ينفع؟ اه ينفع، بس هتقول ساتش فيمس وبعدين بوك، ساتش فيمس بوك. I used to read science fiction stories، انا اتعودت ان اقرا او كنت معتاد ان اقرا قصص الخيال العلمي، but I it now، لكنني لا افعل ذلك الان. يا ترى I am used to read، لا مفيش حاجه اسمها I am used to read اصلا، المفروض كانت تبقى I am used to reading. طيب التاني هنا ريد يعني يقرا، انت بتقول انا كنت متعود ان اقرا لكنني توقفت، يعني but I never read يعني لا اقرا الان، يبقى never read او don't read الاثنين ينفعوا. My children are used to things not for them، الجمله دي حلوه جدا 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 وفيها فكرتين ثلاثه اربعه مع بعض. انت بتقول ان اطفالي اعتادوا ان الاشياء تفعل ولا تفعل، لا تفعل. طب انت عايز كده ايه؟ مجهول. وعارف ان ام از ار يوز تو بعدها بيكون الفعل مضاف اي ان جي، واي حاجه فيها اي ان جي في المجهول بتكون بينج والباست بارتيسيبل، يبقى بينج ميد او بينج دان عشان ثينكس. تاني كده انت بتقول لي ان اطفالي اعتادوا ان الاشياء تفعل ولا تفعل، لا تفعل، يبقى انت عايز مجهول، والمجهول لما يكون في الفعل مضاف اي ان جي بناخد بينج.
46 نقط. هي ميد ا ميستيك، هي ايميديتلي ابولوجايزد بعد ان ادركها. خد بالك، هافينج ريلايزد كانت نفعت. طب ريلايزد ادرك ده مجهول، افتر ريلايزد طبعا ما فيش حاجه اسمها افتر باست بارتيس، المفروض تبقى افتر ريلايزنج. المهم الاجابه اصبحت ريلايزنج، اللي بتساوي وين هي ريلايزد بتساوي افتر ريلايزنج بتساوي افتر هي هاد ريلايزد. طيب عايز تفهم لما تبدا الجمله بالباست بارتيسيبل يبقى ده مبني للمعلوم، سوري، لما تبدا الجمله بالاي ان جي يبقى ده مبني للمعلوم، لما تبدا الجمله ب بالباست بارتيسيبل فده مبني للمجهول. فلما تقول broken badly my arm hurt بعد ان كسر بشكل كبير، بدا يؤلمني ذراعي. I have hidden the money، انا خبيت الفلوس. No one can find them، هو عايز يقول لك انا خبيت الفلوس في مكان، في مكانه، خبيت الفلوس في مكان، يعني المكان ده بنستخدم معاه وير، وبالتالي انت حضرتك هتستخدم هنا وير، كانك بتقول انا خبيت الفلوس حيث لا يعرفه احد. Having not my homework was marked by the teacher، بعد ان صحح، يبقى ده مبني للمجهول، وانا عارف ان having في المجهول ب having been past participle اللي هي دي، يبقى having been done يعني بعد ان فعل واجبي، بعد ان تم القيام بواجبي. There was not much smoke، والله استنى، انت قلت لي ماتش وميني وليتل وفيو، بستخدم معاهم سو انا مغمض عيني، لكن ساتش باخدها مع a lot of. طيب بعد كده the man was taken back to prison، الرجل اخذ الى السجن مرة ثانية بعد ان قبض عليه. on arresting، لا المفروض تبقى on being arrested عشان عايز مجهول. after being arrested، when arrested تنفع، ما انت لسه حالا كنت بتحكي لي على حتة هنا اللي هي كانت هنا. لو انت فاكر انا قلت لك هنا لما يكون الباست بارتيسيبل فده مجهول، فانت نفس القصه في الجمله دي، انت بتقول لي when arrested بعد ان قبض عليه، كان ممكن اقول having been arrested او after being arrested. نقط cars are، لو انت فاكر في اول السنه كنا بنقول used cars دي معناها السيارات المستعمله فهي جمع ناخد ار، لكن لو قلنا using كارز يعني عملية استعمال السيارات مفرد فنقول از، وهو الراجل هنا جايب لك ار، وما دام ار يبقى يوزد كارز بمعنى السيارات المستعملة رخيصة. افتر هي نوت سكول، اوعى تتخدع، افتر دي ممكن يجي بعدها مضارع تام او مضارع بسيط، او ممكن يجي بعدها ماضي تام، وممكن يجي بعدها ماضي بسيط على حسب الناحية التانية. قال لك هي ويل بي سبيندينج، يبقى انت كده معاك رابط ومعاك ويل، فمحتاج مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى افتر هي هاز ليفت اللي هي رقم بي. طب ليه مش ليف؟ المفروض كانت تبقى ليف عشان افكر فيها. طيب بعد كده يو دونت انكلود نوت ان ا كلوزنج باراجراف، في البراجراف الختامي يا شباب، انا دلوقتي كتبت مقال وبختم المقال، البراجراف الختامي بقى ايه اللي انا ما ينفعش اكتبه؟ الهوك ولا الكونكلودنج سنتنس ولا فاينل ريزلتس ولا مورال؟ لا انت ممكن تكتب مورال في اخر البراجراف كده تبين لنا او تلفت انتباهنا للقيمه الاخلاقيه في البراجراف، وتكتب النتائج النهائيه، وتكتب الكونكلودنج اللي هي الجمله الختاميه، لكن ما ينفعش نكتب الهوك. الخطاف، الخطاف ده مكانه حضرتك بيكون في الانترودكشن، انت بتخطف وبتجذب انتباه القارئ في المقدمه ولا الخاتمه؟ اكيد في المقدمه. في المقدمه رقم 55 بيقول لك the not is used after a word used to address a person، يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز انادي على واحد اسمه احمد، فبكتب احمد احمد وبعمل كما وبقول له مثلا open the door. حلو، انت استخدمت الكما دي بمعنى يا احمد، فانت قلت لي يا احمد وافتح الباب، فاللي انت بتستخدمه عشان تعمل نداء الكما، فبالتالي هنختار هنا من دي الكما. which of the following can be used to express excitement، اللي بتعبر عن الاكسايتمنت، اي حاجه فيها شعور تختار له على طول اكسكلاميشن مارك. which sentence of the following is correctly punctuated، ايه من دول معمول لها ترقيم صح؟ ايه why didn't you do your homework، يا ايه ليه ما عملتش واجبك؟ يبقى انت بتنادي على ايه فبتعمل لي هنا كما، وسالتها سؤال فعلا المفروض عامل استفهام فدي غلط، هنا برضو ناقصه الكما فبالتالي بقت غلط، هنا فيها كما فعلا why didn't you do your homework ولا why you didn't do، لا المفروض why didn't you do اللي هي رقم سي اللي هي دي، why didn't you do your homework. طب ليه مش رقم دي يا مستر؟ ما عشان هنا عملت سؤال تركيب السؤال غلط، المفروض تبقى استفهام فعل مساعد فاعل، هو قلبها. 58 بيقول لك ايه من دول معمول لها structure صحيح؟ الاولانيه بيقول لك could you tell me why you didn't do your homework، بدايه كده عايزك تفهم حاجه، ان دايما لما يكون الجمله فيها كان او could في اول الجمله، can you tell me او could you tell me، فاحنا بنجيب اللي بعدها جمله خبريه وبعدين بنعمل عليها استفهام علشان خاطر كان يو تيل مي وكود يو تيل مي، رقم واحد. فانت هنا برضه نفس القصه، كود يو تيل مي ده استفهام فاعل فعل مساعد، يبقى الجمله مظبوطه فعلا صفر في الاخر كمان.
طب الثانيه could you tell me why didn't you، دي غلط. ليه؟ لانه قبل هنا في الجمله قال لك ده استفهام فعل مساعد فاعل وده ما ينفعش. طب الجمله الثالثه could you two tell me، مفيش حاجه اسمها can to ولا could to، فدي برضو غلط. could you tell me why you hadn't done your homework، الاخيره رقم دي صح. يبقى انت كده قدامك اجابتين صح، الاولى والاخيره هما الاثنين بادئين بكود واللي بعدهم ماضي، فهما الاثنين صح. 59 ايه من دول معمول لها برضو بانكتويشن سليم؟ the house lost its roof، المنزل فقد سقفه. سقفه يبقى دي ملكيه، فما ينفعش استخدم it is. it is يعني انه يكون، فدي غلط. وهنا its برضو نفس القصه، مفيش حاجه اسمها its وابصرف بعدها. وهنا it is يعني هو يكون، يبقى الاجابه الصحيحه رقم سي، عشان its دي صفه ملكيه، its roof يعني سقفه. which of the following is correctly structurally correct، يعني مين دول في دول صح مع من حيث الترقيم؟ الاولانيه I went to the mechanics for repair my car، المفروض انك تقول I went to the mechanics to والمصدر to repair لكن for ing، فدي غلط. الثانيه I went to the mechanics to have my car repaired، انا ذهبت الى ميكانيكس الميكانيكيين يعني عشان اصلح عربيتي، ولا I went to the mechanics الورشه؟ ركز معايا، انت عارف كلمه دكتور، عشان افهمك حوار الجمله دي ايه بالظبط، كلمه دكتور يعني دكتور، حلو. لو انت قلت لي دكتورز يبقى عياده. طيب واحده تانية دنتست اللي هو دكتور الاسنان، لو انت قلت لي دنتست تصل ابوستروف اس يبقى عياده دكتور الاسنان. فميكانيك ميكانيكي، طب ميكانيكس يبقى دي معناها ورشه الميكانيكي، فالمفروض انك تقول اي ونت تو ذا ميكانيكس تو هاف ماي كار ريبيرد، اللي رقم تو هاف ماي كار ريبيرد رقم دي. اي ونت تو ذا ميكانيكس، ذهبت الى الورشه، to have my car repaired. طب ما هو في مشكلة، ما هي التانية رقم اتنين كانت كده برضو، I went to the mechanics to have my car repaired. انتبه حضرتك ان mechanics دي الميكانيكيين يعني الورش، وبعدين ابوستروفي، انت ما رحتش الورش، انت رحت ورشة واحدة عشان تصلح العربية بتاعتك. 61 everybody او everyone knows who stole it، الناس كلها عارفة مين اللي سرقها، but are afraid، لكنهم خائفون، فناخد every، ناخد زي. طب ليه؟ عشان انت عارف ان بعد everyone و everybody ده اسمه فعل غير معروف، بيكون بعدها الفعل مفرد وبعدين الضمير جمع، فالضمير زي. My sister not and have a good time. بص يا مستر، انت عارف ان and لما يكون بعدها فعل في المصدر، فاللي قبلها برضه لازم يكون فعل في المصدر. فلو انت قلت لي enjoyed يبقى انت كنت تقول لي my sister enjoyed and had. طيب my sister enjoys and has. طيب my sister enjoys and has برضه، يبقى رقم B و C و D غلط، يبقى الاجابه رقم A used to enjoy اللي هي المصدر and have اللي هي المصدر. ايه من دول برضو not a correct sentence؟ when I saw her I was walking in the street، عندما رأيتها كنت أمشي في الشارع، الجملة مظبوطة بدأ برابط وفي النص كما والمعنى مظبوط. while I was walking in the street I saw her، بينما كنت أمشي في الشارع رأيتها، برضو مظبوطة. on I was، لا حضرتك on بيجي بعدها الفعل مضاف له ing، فما ينفعش نعملها كده، يبقى رقم C ديت هي الإجابة وهي دي الحاجة الغلط. طب رقم دي during my work اثناء سيري مظبوط. 64 which of the following is correctly structured، ايه من دول معمول لها ترقيم صحيح؟ I work for a big company whose exports، انا بشتغل في شركه كبيره whose exports التي صادراتها عاليه، يبقى الجمله دي مظبوطه. طب الثانيه I work for a big company who exports التي تصدر يكون عالي، لا. طب انا اعمل في شركه كبيره حيث exports ار حيث صادرات تكون عاليه، لا برضه مش المفروض كنا قلنا التي صادراتها، يبقى هوز، يبقى الاجابه فعلا رقم ايه اللي صح. هي روت تو ليترز، كتب جوابين اثنين خطابين اثنين. افتر ذات هي ان اكشن فيلم، الطبيعي ان هو كتب الاول وبعدين سمع الفيلم، فسمع الفيلم الحدث الثاني، فالمفروض نقول افتر ذات هي سو اللي هي الاولى. هتقول يا مستر مش دي افتر بعدها ميه تام، هقول لك افتر ذات بتساوي كلمه بيفور، ثانيا من غير بتساوي ولا ما بتساويش، انت قلت لي كتب وبعدين شاف، يبقى الشوف ده حدث تاني. 66 لاست ماي، في مايو اللي فات احمد فلو تو اسوان، هي فيرست ميت ستايد ان بيرسون، لا دي حاجه غلط، في حاجه غلط في الجمله دي. الجمله اللي كانت خطا فيها كان ايه؟ لاست ماي احمد فلو تو اسوان، هي فيرست ميت هي فيرست stayed in person at a hotel at a hotel، المفروض تبقى الجملة كده. مايو اللي فات أحمد سافر لأسوان حيث هو أول مرة يقعد في فندق، وبالتالي أنت محتاج هنا تقول لي وير بمعنى حيث، مفيش وير بس عندك which is where اللي بتساوي where which is when اللي بتساوي when وهكذا.
This car is very fast. العربية دي سريعة جدا. The underlined word is الكلمة تحت خط. برضو نفس القصة، للأسف نسينا نحط كلمة تحت كلمة fast خط، وكلمة fast هنا عبارة عن adjective. الجملة اللي بعدها we don't often meet our uncle. الكلمة اللي تحتها خط هي كلمة our ديت، نوعها ايه يا ترى؟ our uncle يعني عمنا، يبقى دي صفة ملكية، يبقى possessive adjective، فبالتالي هنختار نمبر بي. آخر حاجة خالص حضرتك الترجمة 69، بيقول لك most of us find it difficult to make friends with people from other countries because of cultural barriers. barriers دي اللي هي الحواجز الثقافية، يجد معظمنا صعوبة في تكوين صداقات مع أشخاص من دول أخرى بسبب الحواجز الثقافية. رقم إيه مظبوطة صح؟ التانية غلط علشان بسبب الفجوات، فجوة دي غلط. التالتة غلط بسبب النزاعات، ما قالكش نزاعات، قالك barriers اللي هي الحواجز، وحروب برضه ما قالهاش. لقد حققت تكنولوجيا صناعة السيارات تقدما كبيرا. يبقى technology of car manufacturing had made ولا has made ولا will make ولا will be making. انت بتقول حققت يبقى ده ماضي، فانت هتستبعد رقم سي ودي لان ده المستقبل. هتاخد هاد ولا هاز؟ عايزك تفهم انك ما بتاخدش ماضي تام الا اذا كان في حاجه من الاثنين، كلمه باي وبعدها ماضي، او ان يكون في حدثين في الجمله، الاولاني حدث ماضي تام والثاني ماضي بسيط، وده ما حصلش في اول جمله، وبالتالي الاجابه رقم بي. خلصنا سريعا الامتحان الحمد لله رب العالمين. اتمنى ان يكون عدد الاخطاء عندك محدود، وعايز ابشرك لو عندك اخطاء كتير عادي جدا عافر، وهتوصل ان شاء الله رب العالمين طول ما انت بتعافر. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.